ولذلك لما نرجع للآية إن الله وملائكته يصلون على النبي من لم يذكر إنها بس في يوم الجمعة. نعم في مزية ليوم الجمعة وأكثر علي من الصلاة به، لكن لا يكون محصور بس بيوم الجمعة. جزاك الله خير. أكثر من الصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله من البخيل؟ قال والذي لا مال له ولا عنده مال وكذا. قال لا، البخيل هو الذي إذا ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فأكثر من الصلاة على أبو نايف. وانت أبخص منا وتعلمنا لا والله إلا نستفيد منك. الحين أذكار الصباح والمساء اللي هو آخرها أمسينا وأمس الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله اللهم إني أشهدك وشهدك حملة عرشك وملائكتك كتبك أنك أنت الله لا إله إلا أنت محمدا صلى الله عليه وسلم رسولك ونبيك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه نقولها بأذكار الصباح والمساء. أنا من عندي أقولها بالصباح والمساء. على أذكار الصباح والمساء غسلت رجل، ما أعذروني عن ذكر اسمه، غسلته بيدي، شفت كان له قصة عجيبة يا أخوان. تعادى له ولده وخذ من ملابسه وداها ساحره البحرين يبي يسحر ابوه. لا اله الا الله. شفت؟ وتاب ولده يوم انه عجز وراح لساحته وقالت عجزت عن هذا ما قدرت توصل له ولا اقدر اسحره. جاء لابوه وقال يا ابوي حللني وبحني. لك وش انك تسوي؟ قال ما كان في اذكار الصباح والمساء والله لا تستطيع لا انت ولا سحرت كلهم توصلون علي. نعم الله الله. شوف فلذلك الرجل هذا رحمة الله عليه توفي آخر الليل. اللهم صل. كان صلى يقول في يقول لي نسيبه رجل بنته يقول إنه عادة يقوم آخر الليل ويطلع في حوش البيت ويصلي ما كتب آخر الليل. يلام فضل. ويدعي ربه ويدعي ربه ثم الليل بقعد هذا شوي طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحط يده على جنبه. هذه سنة النبي يطبقها. يقول يوم جو عياله بيروحوا يصلوا الفجر لا يبيهم على يدي تتسدي ميت ميت. يقول الله جار الله يقول الله إن يوم طلعنا من المسجد يوم نظرنا لسيارة الإسعاف عند البيت سبحان يوم الله. جينا هم لحفينا الله كلموا أنا عاد وشاركنا في تقصيرة رحمة الله عليه. لكن الشاهد من هذا زي ما تفضلت يا وديم لا تخلي الأذكار. نعم. أنت طالع من البيت ذكر، أنت تلبس ملابسك ذكر، عيالك إذا جو نمت طل عليهم في غرفتهم أعوذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني حاول هذا الذكر وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. الله أكبر. الله يعني الله معك. الله يجزاك خير أبو نايف وبيض وجهك على هالفوائد اللي نستفيد منها ويستفيدون منها أعزائنا المشاهدين. ودنا برضه أبو نايف تعطينا ابو صالح عمنا الغالي طال عمرك. يا سلام. انت نايف وابو صالح وابو نايف محمد واللخبط. نعم نعم نعم. لكن كلكم هذا ابوي. الله يسعدك.